تاريخ كرة القدم سي سعيد، يعني كيفاش شفتي المقابلة بكونك أنك إطار؟ الحمد لله، يعني قسمنا الفرحة مع المغاربة ديالنا يعني في بروكسل، يعني هذا واحد النهار كبير اللي كتشوف كاع المغاربة فرحانين الحمد لله. يعني احنا ما غندخلوش حتى حال المباراة، ولكن اون بوان دو في دونك خصنا المغرب يعني يشتغل يعني في كرة القدم، يعني تكون واحد لا كونكيرونس ما بين اللعابة اللي في أوروبا واللعابة اللي في المغرب. أنا بالنسبة لي فرحنا اليوم، ولكن خص يعني مزيد من العمل في البطولة الوطنية باش تكون واحد لا كونكيرونس ما بين اللعابة اللي كيلعبوا في البطولة الوطنية واللعابة اللي كيلعبوا في أوروبا، باش القمة ديال الكرة المغربية تولي يعني بالأمجاد بحال اللي كانت قبل، ويكون عندنا منتخب قوي، ويكون عندنا منتخب اللي نشوفوه دائما في لي كومبيتيسيون ديال لاكوب دافريك، ديما نشوفوه في الفينال ولا في لو دومي فينال، وتكون عندنا واحد البطولة اللي يخرجوا منها لاعبين كبار بحال نور الدين نيفز وبحال باصير وبحال حجي وامثال كثير من اللاعبين. فاش كتذكرك اليوم، يعني واش كتذكرك في كأس افريقيا للأمم 2004؟ يعني الحمد لله هذا النهار كيذكرني في المنتخب الوطني في كأس 2004 مع الزاكي، اللي خرجت كنت ديك الساعه كنت انا داك في طنجه، دونك شفت الشعب المغربي خرج يعني بكثافه للشارع، وشفت بان كيبانوا لك بان المغاربه يعني اخوه منضامين بعضياتهم كيقسموا واحد الفرحه، وهذا نهار كبير الحمد لله. شكرا الصباطية. هادشي اللي كيقول سي سعيد زايدي لحارس مرمى فريق تل ابريد، سي سعيد ربما نخليو هذا المكان ونشوفوا الاجواء ديال الفرح، لان هناك اجواء جميله جدا بالعاصمه هنا ببروكسل. الى هناك الحمد لله. بارك الله عليكم. سعيد هكا انا راه ميكرو